فرحه الابداع حبابا الف مرحبتين حبابا دوحه متناسقه وفريده للمواهب فات حبابا فيها كم شعراها غنوا حير افكار الكتابه الكوميديان والممثل يمسحوا احزان الغلابه المغني الصوت صادح من زفير شهق الربابه دوحه الابداع منانا في شهر رمضان رمضان جاكم زي ما جانا رضيت الناس الزعلانا جايين بالزاد تبقوا معانا دي ملامحوا السمحة العجبانا لو غلبتنا الحركة ما قصرنا في شهر البركة لكن لما انحان الأذى سبقنا عليه بيت الرحمة رمضان طلّة طلب المدفع رمضان هلّة وصور حلوين باهينا فاطرين تشغيلة كيد كل الصايمين برجايل قاهم بقوايين بمحبتكم كلنا صايمين يا نايمكم كلها كم يوم رمضان ساعات في الطنّة تعود بالخير يا شهر الصوم يرجع يلقاك خففت النوم نور وهلا رمضان طلع طلب المدفع رمضان هلا بمجيك فرح قلوبنا وكل شوارعنا وبيوتنا من بنك الخرطوم رمضان كريم بنك الخرطوم انت اولا عايزه شقه 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 سلم عالي سعره غالي ما يستاهلي ما في حاجه تاني حلوه لكن ما فيها باركن عايزها برحه عايزها مدرج عايزه شقه 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 صغير الصاله دي نفس الحاله دي ما بطاله دي لا 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 عايزه شقه 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 ما فيها سخان ضيق البيبان سمحت بس جايت الالوان عايزه شقه 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 بس ياها دي نفس الشقه اللي انا عايزاها شقه بيت ارض مهما كان نوع العقار حسب العقاريه معاك لغايه ما تحلها حسب العقاريه معاك للاخر هذا البرنامج برعايه مجموعة النهضة الغامضة للتنمية والاستثمار موقع رئاسة الشركة عظمى شارع موقف الخرطوم القديم عمارة عثمان السيد الخرطوم السوق العربي شمال رئاسة بنك النيل للتجارة والخدمات عمارة البيض عوض البكري النهضة خطوات من العزم الممتد نحو الغد مشاهدينا الكرام تحياتهم طيبة كامل الترحاب ونحن نجدد العهد ونعود لنواصل مشوار الإبداع الذي بدأناه بكل الحب متكئين على ظل ذات الدوحة دوحة الإبداع نحن وأنتم في حضرة الإبداع والجمال بمختلف ضروبه فنا ولحنا شعرا ومعنى ريشة ولوحة طرفة وضحكة والكثير الكثير من الإبداعات نقولها لكم عبر دوحتنا الوريفة سعيد جدا ليكون معي في حلقة دوحة الإبداع شعراء مميزين وفنان لامع نرحب سويا بالشاعرة روى رفعت حبابك والله تشكلين حضور جميل في دوحتنا الوريفة السودان ده مليون ميل محبة وفيه صغيرنا بيحب الأخوة تربى واحد حالنا والخير في قلوبنا تكبى نحن سواتية كان في خيمة كان في صبة حبابك ماجد وحباب المتابعين برنامج دوحة الإبداع ورمضان كريم عليكم وصوموا وتفطروا على خير الله يخليك يا أخ مرحب سوينا أيضا بالشاعرة نهاد أتصيد مرحبا بك يا نهاد لحظة غياب سطو الزهول في لمحة الشوق والعتاب تساسق الريدة ملهوفة تغمت الفرحة في جواك يبتق خاطر الخوفة ويتشلهت علينا جواك تكاجر حشرجات جوفة على الحنة الوراه صباك تعاقب الروحة بالشوفة عليه عزم الخطل وداك تلامس حلمي كان عابر خياله بزور شعب مرساك يوديك مرة للأنوار ويقتص بيك في منفاك حبابكم وحباب برنامج دوحة الإبداع ورمضان كريم على كل الشعب السوداني وتصوم وتفطر على خير إن شاء الله مرحب بك والله يا أخ نورانا نرحب سويا بالفنان المبدع محمد أبو حجاج مرحب بك مرحب بك ماجد ورمضان كريم وتصوم وتفطر على خير وكل سنة أنتم طيبين إن شاء الله طبعا حق الأوان إن شاء الله تسلم إن شاء الله نرحب سويين بالشاعر أبرار عبد الله مرحب بك يا أبرار إبداع وخداع حنين وصراع مشاهد جاذبة للتصوير ملامح
مثيرة للفوضى، خلف الستار مشدود مصايب يستحيها البوح، وبكرة الرايحة فينا تفوح، فسترا يا أرض سترا ورفقا بالوطن يا قوم. حبابكم ألف وكل سنة وانتم طيبين، ونتمنى أن نكون خفيف الظل عليكم. لك التحية والله يا أخي. مشاهدينا الكرام، سعداء جدا يكون في حضرة الإبداع مع الشعراء المبدعين مع الفنان محمد أبو حجاج. محمد أبو حجاج نحن قبل ما ندخل الحلقة حلفين عليه أنه يعني أو متوقعين منه يغني لنا اليوم الحزين، ولا كيف أروى؟ أيوة. متفقين أنه نفتتح طلب المشاهد الجمهور. طلب الجمهور تفتح لنا الحلقة الممتعة دي بأغنية اليوم الحزين، بعدين نزلك من اليوم الحزين ذاته وراء حاجات كثيرة لحنا فدارين نعرفها إن شاء الله. ما في مشكلة، ولبي طلب الجمهور طوالي. اليوم الحزين من كلمات هي كلمات الشاعر ياسر الغالي الحساني، والآن بالمملكة العربية السعودية، وقول كل سنة وانت طيب، رمضان كريم عليك إن شاء الله. الله الكريمة لك التحية. نسمع. محاسنك يا محسان محسوسة فوق قلبي سوت نيران فرس مجوسة، أمرود الحسان جنة خلد محروسة، كان وزنك ذهب تكمل خزايم موسى. هو الحبيب ساري بعيد حبيبتي هناك محننا اليوم الحزين. هات ابوها لزول لم غريب حرموني من السوسنة، هات ابوها لزول لم غريب حرموني من السوسنة، زي غريب عاش المآسي وعد منها يا الليل الحزين. في اليوم الحزين نجوم واحزن مننا، مرت ليالي على الحبيب لا عشا فرح لا عشا نايا، والجمرة في نص السماء والحبيب ساري بعيد حبيبتي هناك وحننا اليوم الحزين. إلا الفراق مكتوب علي يا ربي كيف أصبر أنا، يا رب تصبر بالحبيب بارك حبيب تلات منايا الليل الحزين. ليالي على الحبيب لا عشا فرح لا عشا نايا، والجمرة في نص السماء
والحبيب صاريح بعيد حبيبتي هناك وحننا اليوم الحزين. إلا الفراق مكتوب علي يا ربي كيف أصبر أنا، إلا الفراق مكتوب علي يا ربي كيف أصبر أنا، يا رب تصبر كل حبيب بارك حبيب تولاد من آهيا الليل الحزين. ما شفت غزعان وتعيب كانت نهاية المحزنة، ما شفت ماجد كيف تعيب كانت نهاية المحزنة، يا رب تصبر كل حبيب بارك حبيب تولاد من آهيا والقمر في نص السماء والحبيب صاريح بعيد حبيبتي هناك وحننا اليوم الحزين. الليلة ديك ساقة الغريب أجمل ملاك في حينا، الليلة ديك ساقة الغريب أجمل ملاك في حينا، قالك بيحب دايما يكون صادق كمان في الزينة يا الليلة الحزين. لك التحية أحمد أبو حجاج، والله إبداع في دوحة الإبداع. تسلم والله. اليوم الحزين إن شاء الله. اليوم الحزين هو قصة كبيرة والله، نحن دايرين نعرفها طبعا، قصة وراها حكاية ورواية ما عادية. والله يا أخي أكيد فيها موضوع أو فيها قصة، لكن معليش أنا ما حاجاوب على السؤال. معلم شديد يا محمد والله، ده خليها علي الله. ضرب الهم بالفرح. أنا ما حقدر أجاوب على الـ على الـ نخليها بيناتنا كده على السؤال ده، معليش ما مشكلة، نجيك لي محور ثاني يا أخي. لك التحية والله يا أخي. تسلم إن شاء الله. مرحب من ثاني الأستاذ رؤى رفعت، مرحب بك. حبابك ماجد وحباب مشاهدين لوحة الإبداع، وسعيدة بتواجدي لي بيناتكم. نحن سعيدين بك جدا والله يا أخي. الله يديك العافية. يا ريت تبدعي لنا من حياة البكاسي ولا حياة ربنا يديك ال 16 إن شاء الله أنا أتمنياه. آمين. ولك ربنا إداني 21 بديك لي هدية والله. إن شاء الله ربنا يحقق أمان الجميع يا رب. خليني أقول لك، دينك خلو حد كان رضيو أو كان نفرو، والكايس له إبرة جزم بدقق نظره، الضامر لك السوء في الدواخل أثر بقع في بير نواياه الزمان ليك حفرو، التغى والصلاح في الدنيا ياهين زاد وما تجرح سواك، ما يكون لسانك حاد ما تنغرب الناس داك تغي وسجاد، وباكر تلقى لي نار الفتن وقاد، أنصر أخوك في الصاح في الغلط لا تناصره، وما تجاري السفيهك في الحوار وقاثره، ما لك مرقل المحتاج وأوعد باثره، والرزق اللي بيجيك أحمد إلهك وباثره، البيت له حرمة وعاك تدخل توشك، واحفظ حرمتك وارفع نسوار حوشك، أخفض خطوتك لا تمشي كوشك كوشك، والراجيه شينك لا توريخ دوشك. أبشري. أبشر والله. أبشر والله. اللي بيستقوى في الناس أصله ياهو ضعيف، والموج انعلى لابد يهاجم القيف، جهاد النفس أصعب من حروب السيف، وحافظ أوراده ما محتاج له لأي كيف، القدم لك الشين عامله إدبي أصلك، لا تاذيلك إنسان لا تقاطع الوصلك، ما لأي ذول تحكي له أصلك وفصلك، واللدغك وجع خلي المسامحة مصلك، ما تقتر تضرب في الأرض بقدمك، حدك منها الدنيا التراب الردمك، تقول أرجعني يا رب وما بفيدك ندمك، لا مال لا بنون لا تفتدى بخدمك، كل ما يعدي يوم أعرف بقرب أجلك، ووصاك الحبيب كان فيك خير ليه أهلك، شاب خليك في الوضو والصلاة بمهلك، بتخاف ظلمة الليل
الغبر ليه لحلك موسى نبينا حدث ربه قال له كليم وربنا أصله بيخافي النوايا عليم الفرط في جنب الله حسابه أليم إلا من أتى المولى بقلب سليم إلا من أتى المولى بقلب سليم. يا سلام عليك والله رواه رفعت الله يكرمك. قبل قلت بستوقف الناس إحنا الآن يعني عايشين في حاجات عايشينها كثير. الآن أنت قلت بستوقف الناس ممكن تكوني ما عايشة لكن أغلبية الناس في ناس لما تكون عندهم حاجة بيفتروا ولا كيف يا طبعاً. أكيد. يا محمد في ناس كثيرة لما تكون عندك بيفتروا يستقوا على ناس بعدوك انت ضعيف الغابات هاي قوي ياكل الضعيف لكن الدنيا ما دواره اكيد انت سقويت الليله بكره بتبقى ضعيف اكيد طبعا كل حاجه عملتها يعني راجع عليك كل ساعه يطيق بما ثقه صح والله لك التحيه والله يا روح الله يكرمك ان شاء الله نهاد عطصين اللي احبك من ثاني والله يا اخي اهلا بكم حبابكم سعيدين بك جدا بتواجدك معنا في دوحتنا الوريفه تسلم كثير ان شاء الله حتقريها نص ولا مربوعه نص نص طيب زينوبة يا منبع حروفي وزوبة يا أغلى الكتابة أنت للمحتاج دواه أنت بتداوي الكآبة يا كمر تعنو صبانا وياه كلنا ناس غلابة شلت همنا وارتحالنا صبحت أمنا بالصلابة زينوبة بيت من بيت شيوخ بيت المآذن الكنائس والسيوخ بيت تم معززة في المنابر بالشموخ بيت المساجد والصوامع الصواضح والجوامع لادنا حلتها بالشلوخ زينوبة ما كانت إرادتها يوم ولادتها يعدموها بس هي كانت أبسط مرادة تعيش حياتها بلا اغتصاب وبلا عذاب ما يقصبوها قدروها امضى في ذات ورق زجوها في حفرة شرك خلوها تجري تقوم تقع تجري وتقوم وتقوم تقع تنفض غبار الهم حزن محصور على القلب الوجع زينوبة قندولة ترابلة هبهبت بين النسايم وزغزغت فوق العصافير زوبة عجوة في دار محس منقت جعل سكر كنان أجمل عصير سمسم قضار فويكة سارة وموز نكسلة وبرتكان تبصر في تجنة جبل مرة بتقالد طيبة الناس المهجرة في ربوع حلف المناصير أناناس جبا وليمون في بارة وقنقليز دارفور عرديبنا كردافة وشعير بلد مدججة بالمحاصيل السواقي والمواشي البوابير اللي بتنتح في المغيب رويانة بتربة أرض حاضناها أبنوس ابتهاتي على الطرق هوي يا سكك هي المسافة الماشية بمهل المشاوير طوفي فوق كل الخلوق وكلميهم حدثيهم أيوة أيوة وقولي ليهم ها أنا أخت النخيل وكلبي مويت النابع فينا حنان قبايل حاجد مويت النيل غادير سلسبيل زينوبة عينيها الوطن متقهوجات شاي اللبن سحن الديار غنى ورطن طورية سلوكة وبدونك اتعمر سكن زينوبة قدلت ناس عمم متلفحين سمرة بلد شال الهمم عرضت ولد فات السما ورفع العلم زينوبة بتناسم موشحة بالمعالم والقيم بسماتهم النور البيصدح بصباحات المراحب والشيم ناسا علاماتهم رشم أحضان ومحلام فاتحة مشروع التئام شمل القبائل القاعدة فوق نيران أنين الصلوا قاموا مع الدغش فلح الزروع لموا القصب شالوا العلف الحا لمين الباتوا ليلهم بالخشوع الزرقوع القا نتين زينوبة في عيون الحيار الكا دحين الناس البسيطة حياتها دايما حالة واقف ما بيسر الصابرين زينوبة ألعاب في الفريق خيرات مدد راحت ضمير إنسان سودان صبي ود بلد خادمة وضراع الشاكرين زينوبة زغرودة بتآنس للمواجع في الزنازين الليالي الحال كتنهيدة ألم زولا تعب صبر السنين ردولة روحة خلاص كفاها دردحت وتبهدلت زادت ألم زادت أنين زادت
حنين صبحا عينيها مؤرغين متجرسين ومبهدلين زينوبة جابت ناس كتار شرقاوي غرباوي شمالي شلكاوي دنكاوي نوباوي عرباوي بيجاوي هوسة وهدنداوي الجامع سلاري الحامدي بقاري والشكري بطحاني زينوبة جاب الزول سموه سوداني سوداني في كل حي سوداني في كل زول سوداننا يصبح حي في كل بقاع نزول وسلام سلام للزول وسلام سلام يا زول لك التحية لك التحية والله يا أخي إبداع في دوحة الإبداع يا أخي قمة الأداء والإلغاء والمعاني والمفردات تحية لك يا نهاد عصير تحية لكل زول سوداني بشاهد في دوحتنا الوريفة أبرا عبد الله نهاد دي ودتك وين؟ نهاد عبرت كل الولايات كل والمدن الولايات. جسدت السودان في تفاصيل سمحة شديدة أيوة والله شكرا نهاد والله حقيقة أنا سعيدة بيكم وسعيدة بالمواد اللي بتقدم دي يعني فيا غالي الحلم غلطان نخبيه في المنام عنوة بيطلع بالزفير عشمان ويتحكر خلايا الدم وينساب في الوريد شفقان ويتكاسر هجين أحلامنا يتوهط عصب واقع ملان أحزان كلكل في الصبر ملهوف يلاقيه الوطن غلبان وانا وين أكونك بشتهيك دنا وين أكونك بشتهيك يا نقطة بيضاء في سطور مليانة ليل يا وحدتك في زحمة الناس والضجيج مضطرف الإحساس براك هاتفاك ملامح من حنين ما كلمك صوت الأنين بوجعت الزول التخاف من فرقتك ساعة يزور حرف الرحيل طيف سكتها ما كلمك في كل يوم بندى عليك برجع صداي شايل تفاصيل غربتك وسط المدن الكنت يوم نطفد علق من رحمها ما كلمك هذا النحيب الانحلج على ضفة الأحزان مزامير للبكا خمجان حيشان الغنى هو بلاك ولا بيكون غنى مستورة يعني بالسكات إلا الحواس متبرجة فلا تسلب القمر الضراع وتفطم النجمات سهر ودعاير ليلنا بالظلام والعتمة معدومة أهل أشرت ليك ما فضل في النفوس غير الغضب وسكتنا أطول من شهيك هذا الغضب والباقي في جوف الكلام حتحات حريك مصدر لهب أشرت ليك شمس الله ما اتبدلت لا الله قال تتبدلي والعذرة بكرية وطن ما بتنتهك حرمة نبي يا غالي يا خصبر علي أشرت ليك يا هالسجون معطورة بخاطر الظلم لمتين حتحب على العدالة والتاتي تستور الزمن أشرت ليك قدر هتاف الهد حريق الشباب ألقاك محل الانتكاز بتجسد الإحباط أمل ألقاك ولا ألقى نساي مجبور عليه خاطر السفر قدر الجنون لحظة دخول اللذة فيك في نشوة الإحساس تجابك قدرك وانا كنت داساك في الضجيج والنوبة والذكرى البتاور فكرتك كنت سكرانة بالوعي وفرحة ابليس بالفجور والانحلال في حضرتك وندهت ما تبراني ساي شايفاه ضلك في الظلام بيحكس ملامح وجعتك موجوعة ذاتي معاك صبر لمتين ناديك بالحنين وحنيني فيك ما انتهى لمتين ضمك بالعذاب وحضاني ما ليها الأسى وتخبي في جيوب الزقاق أطفال شقان المرهفة وتتمطى في رحم الظروف أوجاع مفصلة دم شقى وتتوهد كل الهموم والكارثة يا كارثة والله إبداع في دوحة الإبداع ونهاد إحنا الآن من الغربة والمواجع يا ريت تلطفين الجو شوية بحاجة شنو المواجع دي ما نقدر عليها والله بعد كده بنبكي في الحلقة دي والله لا نحسوكم بنفس بنفس الوجع أيوة نستحمل ماله نستحمل في حضرة الوجع ومع الإبداع الإبداع ده الحاجة بتصبرني على الوجع طيب بين لوعات فيافي وغربة دمعات الألم بتسيل ضحكات الأسى المكتئبة جرعات للهموم بتزيل خطوة عزيزة كانت كذبة لمحات غنى فوق السيل ألوم خاطر ملان رهبة سؤال عابر أكيد دايما أنا القاصد وأنا الفاسد وشيل الشيل تجيك همسة الدعاش
ماطر يدندن فيه صوت الخيل، عاتب لوعة الحاضر وعدل دحرجات الميل، غالط في الهوى الغامر وزور حس صدا وممكون هد الحيل، وزي ما كان بجدل البن عليه عرق المدق تحنان سقاية خير، ونستك عن الجواي وكيف إحساس رهاف الزول بغدره الغير، عن الشجن العلي جواك حنان ولفت فؤاد كاسيه ريش الطير، أديس آها تفيض لهفة مرارة الشوق، هشاش الضيم صبح واقع تحت أقدام تراب السير، أضمض روح وهم مكسور شقيش يفتش للأمان تنزف حواس ما ليها حير، رؤية سراب وجهجهة الضمير تنساب، دخان أسود يطاوع في إرادات غير، يتحسر شعور من نور ويخضع قلبي ليك خليل، برقم الوجع والأوجاع جراحك فيه باقي دليل، عليك تتوارى رقصات الغنى العابث وفيك تتشابى أحلام النهار والليل، تصحيك الفجيع سكات تقوم عابس تقول ليك هاك وتفرش ليك وساد تلويل، يضيع الصمت في لجة دخول هاجس يواس حنينك المريود ووزن الكيل، يضيع الصمت في لجة دخول هاجس يواس حنينك المريود ووزن الكيل. لك التحية والله يعني هذه يا أخ يا أروى، عندها هدوء في الإلغاء، هدوء فاتدوا الليل، هدوء كده إلغاء بطريقة خاصة، النص محتاج إنك قادر تسوق رايق معاوض فتايقانة هي معاش معاشرة نفس كده، وين يعني أي شاعر عارف نفسه متين بيشيل نفس عارف متين يقعد، أيوة مثلا متين قاعد مع الأيام، أيوة فيها شوق بتبر الشوق مع الناس، بتلقين في تعابير كده كده نجا نجانا بإحساس بإحساس كده إحساس أيوة. عالي لك التحية والله أني هذه يا أخ منورة من تاني وتالت دوحتنا الوريفة، أبرار اللي احنا متواصلين في إبداعنا على دوحتنا الوريفة وعلى بناء الغربة والله التحية لكل المغتربين اللي بيعانوا أكتر مننا وعليهم، قال هيما قال خسرانة أرضك يا الحبيب، كسبانة حيشان البيوت السمتك بيزول غريب، فأنا بقول ندهتك والوجع كاواي تحنك جرحشان يبرى، مرقنا على الوطن أغراب هتف صوت العتاب منبر، رقصنا عليه وتر مكسور ظهر حس القنى الأشتر، ندهت عليك ولا طرح المكان ما تكون بيكون النيل، تكون العافية مزدحمة خصيب رحم الفرح بيكون، وبنجيب طفلنا الأسمر ندهتك والغياب حاضر، نغيز الفرقة نتلاقى محل عمر اللقى الأول، تفيض في السكة لهفتنا ونتقالت قبل نوصل، كفاك يا دنيا شيل الحال براك عارف الزمن أشتر، وأم عاقر بتتوحم عليه فال الودع والزار، بتحلم بطفل شقيان يشيل هم الوطن بدري يغيب وعي الجرح منك، وتستر عورة الأحزان وتتكشف مزامير الغنى البكري، تعال ماضيك ورا ظهرك ولا يهمك، وافتح شبابيك الطناش واعلن عليه، وش الظروف الانحراف تلقى نضد فكرة أعاندك واخسرك، أنا بشبهك في كل شيء ما هي الظروف الأنهكت عذرية الوطن السليم قبل احتلم فينا الوعي، وتشلهتت خطوات مشيك من اتساع سكك المسافة على السفر ضيق المحطات، وانتكاسة من الرحيل واحتضار روح الوطن في كل يوم بتفوت سفن بتفوت سفن من غير شراع، بالنوم مغطين الحزن ونصحى كاسين الضياع، يا دا الحبيب الشال ملام حليل سكوت المد إيده علي، نعود اللاوي كل الانكسار والانفصال نحفيه حقنا للهبوب، عفين عرقنا وصبرنا عفين، سكاتنا وغهرنا عفين، كلام بالحيل كثير راضيين دحين الغربة تفتح حضنها، وانا خوفي من صبرك علي صبرا يلوح انهزام ودموع تجف عليها، مش البكا يا غالي صبرك مالوني مال المصايب راجي فالك باكر الغدر حيحنكا، فيا غالي ما ترجاني ساي
أنا لسه ما جهزت لك من المصابيح والمراتة وجزء من حلمك بسيط حاجات تشفك للما ما ترمينا في حضنك نزوب ده الواقع امتهن الرفات إياك ترقص للعروض وحتى تعرض لون شقاق زلوكا من كل النواحي سجنوكا من كل النواحي صبرا تضاهي وأمنيات يوماتي يوماتي تحتضر الفرح ويموت شهيد الذكريات يوماتي يوماتي تبكيك الجروح أطفال بتنزف لون دماك يبقى الزمن داير غلط لما الحقيقة تجيك غباش وتشيع مواقب الانحطاط والدنيا يملاها الفساد والناس تجهي الخوف مزاج يبقى الزمن قرب خلاص اسي الزمن قرب خلاص الزمن قرب خلاص لك التحية والله يا أبرار يا الله يخليك الغابي إحساس عالي عالي درجة بعيدة لك التحية والله منورانا يا أخي والله من نورك يا أبرار ويا روى ويا نهاد الاجتماعيات سواء كانت المشاركة في المسارح أو التخاريج أو الأعراس مهمة بالنسبة لمشاركة الشاعر مهمة في مشاركته مهمة شديد من ناحية إنه هي بتضيف لك أنت كشاعر بتخليك تعرف يعني ما حولك بدور شنو بتخليك تعرف الناس الدائرة تنتقدك ما تتبنى الناس الدائرة تديك بتوجهك لقدام بتطلعك من دائرة نفسك يعني من إنك أنت في كتابات معينة توريك لونيات مختلفة توريك قراءات أنت ما كنت عندك بها علم أصلا تطلعك من إطارك المكفول لإنك أنت تكون متأغلم مع البيئة اللي حولك متأغلم مع إنك أنت تستمع لكل اللونيات تعرف ممكن تأثر عليك في إنك أنت تغير طريقة كتابتك للونية أخرى وهكذا يعني المواقف برضو بتاعت التجمعات المنتديات بتأثر في الشاعر من حيث اقتباس الجماليات الصور السمحة بيضيف له وبيحكسها في من خلال نصوصه كصور جمالية مدهشة بتدي شجاعة أدبية برضو صح. فأنت قبل ما تجي للتلفزيون أول ما تصحر في عبر الشاشات أو عبر الميديا المشاركة دائما زي الورش باعتبار ورشة صح. مشاركتك في الأعراس مسكت المايك يا جماعة المايك ده عنده رهبة سدك مايك مسكت كده قلت حباب لقيت الناس قدامك لو ما تعودت تعويدات ومشاركات كثيره ما بتقدر حتى الكاميرا دي لو ما تعودت على الورش المشاركه عبر المسارح نحن قمنا وتجيب نص جاي نص جميل بكره يا روح كده يا نهاد يا ابرار لينينا دي حاجات كده بتعود برضه الفنانين نفس الحكايه في فنان بتلقى مش ما يرجف السير بيقطع السيلك بتاع الربابه بيفرق معاك بيفرق الاورجن بيكون في جهه والربابه في جهه ده برضه حاجات يعني الورش مهمه جدا المشاركات والمجاملات صحيح فنانين ده بيقى بيعملوا عدادهم بيقى غالي شديد لا مجاملتكم بيها تقاس يا ابو حجاج لا بنجامل والله بيجاملوا والله اشتغلنا كثير مجاملات والله العده نجيبها نحن العده نجيبها لك التحيه والله يا اخي انا والله يا جماعه سعيد بكم جدا احنا الان اشاره المخرج على انتهاء حلقه دوحتنا الوليفه الليله لكن ان شاء الله نلتقي في حلقه قادمه يا روى رفعت ونهاد وبرار وحمد ابو حجاج وصورة حياكم ومحمد ابو حجاج يختم لنا باغنيه غير الوجع عليك الله يا جماعه الحلقه دي ما داري فيها وجع داري حاجه مفرهيد بها كده تمام لك التحيه والله يا روى والله لك التحيه ولكل المتابعين ويعني بقول في الختام احنا جلسه زي دي وده طبع السودانيين بقول انه عامر بيوتنا بالضيفان وديما ملانا وبحسن الخلق المولى يختصانا رغم الطيبه احذر نحن حامي ادمانا ترجع ايدنا برقابل بقوص ضو اذانا شير بالخير والله فلك التحيه يا ماجد وتحيه للكنترول العامل ولكل اسره برنامج دوحه الابداع ولكل الموجودين ورمضان كريم عليكم وصوم وتفطر على خير لك التحيه والله نحن سعداء برضه بطلتك الجميله نهاد سعداء بك والله نحن تسلم كثير نحن كمان سعيدين جدا بإتاحة الفرصه لنا في برنامج دوحه الابداع وان شاء الله نكون ضيوف خفيفين كنا عليكم وتحية لأسرتي ولكل أعضاء جمعية الشروق الثقافية ولكل متزوجين الإبداع لك التحية والله يا أخي تسلم كثير أبرار والله أنا سعيد بك جدا 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 يا أخي برضه والله أنا كمان سعيدة بك يا ماجد وسعيدة بكل الناس المعانا هنا ونتمنى إنه نكون قدمنا مادة أنالت إعجاب المشاهدين فبقول إذا ما حاضرك تشوه لوح للحظوظ تصفى واغمز للغدر يبسم يمكن تسلم الجره يمكن تسلم الجره لكم التحيه والله انا سعيد بكم جدا ابو حجاج والختام الجميل والكلمات الجميله طيب انا والله يعني سعيد ثاني وثالث بدوحه الابداع وان شاء الله يعني نكون قدمنا يعني نموذج جميل
يعني المشاهد الكريم. وتاني رمضان عليكم، ومن هنا برسل تحياتي للأسرة الكريمة بولاية الجزيرة، الجزيرة محلية أم الغرة غرية 36. التحية لكل زول بعرف محمد أبو حجاج عشان ما أنسى زول. لهم التحية جميعا والله يا أخي. نعم. تختم لنا بأغنية شنو؟ نختم الخديدة ناير، كلمات الشاعر الأستاذ وليد الدويحي. وليد الدويحي، بقول له كل سنة وأنت طيب ورمضان كريم عليك وصوم وتفطر على خير، ربنا يمتعك بالصحة والعافية إن شاء الله. إن شاء الله. ألحانك؟ أنا ما عندي أغنية قاعد الحين اللي يزول. قلت الحين براك؟ براي كلها. والله ملك الإبداع. الحمد لله مشينا خديدة ناير، مرقنا من الوجع. الله يديك العافية يا أخي. المشاهد الكريم، انتهت حلقتنا اليوم من دوحتنا الوريفة، إلى أن نلتقي في حلقة قادمة، كونوا في الموعد. الخديدة ناير آهنا، السمحة مضفاير آهنا، ما تقول لي ناير آهنا، بشيل الليل مساهر آهنا، آه من رزاز. آهنا بالجمال محفوفة آهنا، لو وديش طوفة آهنا، لابد من أشوفة آهنا، آه من رزاد. آهنا البراك سنونا آهنا، الدقيق مجنونا وفي ربعي سكونا آهنا، آه من رزاز. بالجمال محفوفة آهنا، الحلوات حروفة آهنا، لو وديش طوفة آهنا، لابد من أشوفة آهنا، آه من رزاد. السحرات عيونا آهنا، البراك سنونا آهنا، البقيت من السحرات عيونا آهنا، البراك سنونا آهنا، البقيت من